تعاونية فلاحية قديمة بولاية جيجل بعد سنوات من الغياب عن النشاط تم إعادة بعث نشاطها من جديد وفقاً لإجراءات إدارية وتنظيمية حديثة. كانت في وضع يعني سيء بعد كارثة، بعد العشرية السوداء كارثة، كان إهمال، كانت متدهورة. وبالعقل يعني الحمد لله، يعني بالجهد نتاع سيلة كمال يعني الحمد لله وصلها صاحب تعاونية، هو صاحب تعاونية رئيس تعاونية، يعني الحمد لله وصلها للمرحلة هذه. ما تشهده الولاية من حركية وتعاونية جديدة اللي تم الاعتماد تاعها سنة 2022 و2021، اللي صار المجموع تاعها الآن حوالي 13 تعاونية موجودة هنا، خمس تعاونيات ورثناها من النظام القديم، عندها مقرات، تتوفر على مقرات وعلى مساحات شاسعة وعلى قدرات للعمل. وفي وقت تواصل فيه تعاونيات حديثة النشأة في رحلة بحث عن مقرات لها، لا تزال وضعية مقرات بعض التعاونيات الفلاحية الأخرى على هذا الحال. هذه المقرات نشوفوها الآن، البعض ربما راكم وقفتوا على الحالة الكارثية اللي وصلت ليها، وهذا هو وهذه مكاسب الإخوة الفلاحين اللي نتمنى من هذا المنبر أنهم يتكتلوا في مع المجالس التسيير تاعها، يحاولوا أنهم يدخلوا كوم دي زاديرون في هذه التعاونيات، وبربي إن شاء الله لحل حالة هذه التعاونيات والدفع بها نحو العصرنة تاع القطاع الفلاحي. إرادة الدولة واهتمامها الكبير في الدفع بالقطاع الفلاحي نحو العصرنة مرهون بمدى تحلي الفلاحين بثقافة التكتل ضمن تعاونيات فلاحية عصرية ومتنوعة تقدم خدمات نوعية للقطاع والفلاح والمستهلك على حد سواء.